تليفون. الو الو، ايوه، ازيك يا نسمة؟ مين؟ ندى. ندى، ازيك يا ندى؟ عاملين ايه؟ كله تمام. مبدئيا ندى عاشور لافرز. ندى عاشور لافرز، ادمن بقى الادمن بتاعت انت صوتك واطي قوي على فكرة. انت ما تعلي صوتك وتسمعينا من التلفزيون من لا التليفون والله وتوطي. يعني بعيدة خالص عن التلفزيون. ازيك يا ندى؟ ازيك يا تامر؟ اخبارك ايه؟ ندى الادمن الحمد بتاعت لله. الجروب. ندى، ندى انا بس عايزه اقول لك يا نسمه، انا متصله عشان اقول لكم يعني احنا ليه كعاشور لافرز بنحب تامر عاشور. تامر عاشور محترم جدا وبيحترم جمهوره جدا جدا جدا، ربنا يخليك يا ندى. وبيحرص ان هو على طول يعني يسمع اراء جمهوره، وبيعمل ميتنج للفان على طول عشان يعرف رايهم ويتكلم معاهم على البوماته والكلام ده كله. ربنا بلس، ودي يخليك. اهم حاجه، ان اغانيه وشهر اساس مش زي الاغاني اللي ماشيه في السوق الايام دي. الحمد لله. واغانيه يعني بيعرف ازاي يختار اغانيه كويس. فبجد انا عايزه اقول لك بس يا تامر ان احنا والله احنا بنحبك قوي، انا اكتر والله يا ندى، وان احنا هنفضل وراكم تنجينك على طول يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك، انا اكتر والله. عاشور لافرز كلهم ناس محترمه جدا وذواقه، بيعرفوا يعني ايه يسمعوا مزيكا كويس، ما تلاقيهمش ماشيين عمالين يسمعوا اي حد يعني. ميرسي يا ندى. ميرسي يا ندى ليكي. اتصل بك يا ندى. ميرسي ليان. حاجة جميلة جدا قالتها ندى، بتقول ان تامر بيعمل ميتنج مع المعجبين بتوعه عشان يعرف ايه رأيهم. ده مش اي حد يا جماعة فعلا بيعمل كده، وده اللي فعلا صحيح. بينجح النجم يعني، انت بتنجحي وبتمشي على اراء الناس اللي بتسمعك، لان هي اللي بتعمل وهي اللي ممكن توقع النجم او تعليه. بالظبط. ففعلا يعني بسم الله فعلا نمسك الخشب. معلش انا بقالي فترة كبيرة ما قابلتهمش، بس ان شاء الله قريب هعمل لهم ميتنج يعني باذن الله. يا رب ان شاء الله.